احنا جايين من ماتش طلائع الجيش في السوبر واحنا مش عارفين احنا عايزين ايه من الماتش ده. احنا عايزين ان احنا نطلع باي مكسب عشان خاطر نعدي المرحله بتاع النتائج المتذبذبه دي، ولا عايزين نلعب كره جميله ونطلع بمكسب معقول علشان خاطر الكلام عن ان موسيماني بيقول اتعلم من اخطائه ونبدا ان احنا نصدقه، ولو ان الموضوع ده فيه شك كبير جدا. موسيماني اتعلم من اخطائه ازاي يا راجل؟ ده حتى لو اتعلم من اخطائه وبدا صح لازم يعمل تغييرات غريبه جدا. موضوع التغييرات ده لينا مع موسيماني حكايات كتير على التغييرات الغلط اللي بيعملها في الماتشات، وسبحان الله لما بيكسب بيتقال ان تغييراته هي اللي حلت الماتش. اللي هو ايه بقى ده بيعك اساسا؟ يقول لك لا يا باشا شوف التغييره بتاعته دي هي اللي قلبت الماتش. تقعد تتفرج كده على تشكيل احمد عبد القادر موجود، وموجود كهرباء على الاطراف مكان حسين الشحات وطاهر محمد طاهر المستبعدين. ناس كتير قالت لك الله شفت اللي كهرباء احمد عبد القادر بيقدموه على الاطراف. شفت يا باشا؟ انا بقالي 6 شهور قاعد اقول لك ان احنا عندنا اجنحه تنتهي يا باشا. حسين الشحات طاهر محمد طاهر دول مش اجنحه اساسا تلعب بيهم دوري ولا افريقيا، بس كانت ماشيه. الله اعلم بقى كانت ماشيه ازاي. فلما طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ما يبقوش موجودين واي حد غيره يبقى موجود، هتلاقي ان في شويه سرعه كده، شويه واحد على واحد، احمد عبد القادر بيعدي واحد على واحد، مع ان احنا برده كان عندنا مشكله عبد القادر في الملعب وقفشه في الملعب، في مشكله ادوار كده. طب عبد القادر صنع العاب وقفشه طرف، ولا بنلعب 4 4 2 قفشه كهربا ومحمد شريف 2 فراوده، ولا الدنيا عامله ازاي؟ تمام، نزلت لنا علي جنج طلباتنا الجماهيريه بدات تتسمع شويه كده، هي مش شويه بصراحه كلها، ما عدا موضوع ان محمد هاني لسه على الدكه لاكرم توفيق، بس بدات تسمعنا شويه ان بدر بنون لما رجع يلعب اساسي ويلعب جنب ايمن اشرف، وكده كده معلول موجود على الطرف الشمال. وقلت لك موضوع اكرم توفيق ده هو اللي لسه مكمل بيه. نص ملعبك ديانج والسوليه زي ما كنا عايزين، حمدي فتحي يريح شويه وديانج ياخد فرصته، ديانج بيلعب النهارده. بتدي لاحمد عبد القادر وتدي الكهرباء زي ما احنا عايزين. الله اكبر، والولاد بسم الله ما شاء الله اول نص ساعه كده حسوك ان انت فعلا كان عندنا اجنحه كنتاكي، واللعيبه قدموا اداء جيد جدا ومميز جدا. بس مع الاسف كنا قاعدين نلعب في شويه عرضيات بقى، العب من ناحيه الشمال، العب من ناحيه اليمين. طب هل عندك تسعه بيعرف يلعب بدماغه؟ لا. إيه ده؟ انت تعرف كومان يا باشا؟ انت برضه من بتوع العب عرضيات وخلاص كده؟ طب مين اللي هيسجل من العرضيات دي؟ اي حد جاي من بعيد، انت ما شفتش الكوره بتاع احمد عبد القادر تعمل فيها غلط؟ تمام يا باشا انا معاك، موضوع العرضيات ده يلعب العب اي عرضيات وكده كده كابتن حيين مطلون سيبك تعمل اللي انت عايزه وبيلعب على المرتد. كان في واحده رشقت مع كابتن حلمي وامبارح بيها انفراد، بس ايمن اشرف قدر يرجع فيها في الوقت المناسب بعد ما الراجل فضل يبص كده حواليه هي اوف سايد في حد جاي ولا لا. ايمن اشرف راح عامل تاكلينج ولحق الراجل قبل ما يقرر ان هو يشوط. نخش للتاني بقى، الشوط التاني وسامر السفر معناه ان احنا نقعد نتفرج على تغييرات موسيماني ونتهلك من الضحك. شفتوا كلنا كنا قاعدين نقول ايه؟ الواد كهربا شغال واحمد عبد القادر شغال، اول تغيير يبقى مين؟ مش مجدي قفشه اللي مش شايف قدام، لا 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 انا هطلع كهربا وهنزل مكسويني. بص ما عنديش مشكله مع مكسويني ولا حاجه، بالعكس انا شايف ان هو يمكن صفقه افضل من بيرسي تاو، لان حاجات كتيره جدا بتقول ان مكسويني ممكن يكون صفقه افضل من تاو، بس احنا جايين نتكلم ليه كهربا؟ الواد بدا ينطق والواد بدا ان هو يكون جيد والناس بدات ترضى عنه والواد بدا ان هو يتعب نفسه ويهين نفسه على الكوره، انت بتيجي تغيره؟ مكملين بقى عرضيات. طب نزل حسام حسن بقى، طب ما ايه عرضيات بعرضيات نزل حسام حسن بقى. موسيماني عرضياتك فوق وتحت اهو، نطلع بقى محمد شريف وننزل حسام حسن. قال لك تمام، حسام حسن واقف على الخط اهو هنغير ومعاه صلاح محسن. الله عليك يا موس، بدات ان انت تنطق معانا شويه. هطلع احمد عبد القادر، يخرب بيت امك يا بعيد، وهطلع محمد شريف. هو شريف العادي، بس اللي مش عادي انك تطلع احمد عبد القادر. سبت قفشه ليه بقى؟ بس قفشه بصراحه اول كره بينزل فيها صلاح محسن قفشه بيديها له وان تاتش صلاح محسن بيسجل. شفت النتائج قفشه ليه؟ لا يا باشا، ما انت لو سبت قفشه ما سبتش قفشه كده كده كانت الفرقه واضح ان هي هتسجل. ده مش معناه ان الاسيست اللي عمله قفشه حاجه وحشه، بس لا، ده معناه ان انت بتدي فرصه للاعب ممكن يكون سيء جدا النهارده وبتدي له فرصه على حساب زمايله اللي كانوا جيدين، ولما اللاعب ده يعمل حاجه مميزه في ال 85 دقيقه اللي لعبهم تقول ان انا كان عندي حق ان انا اخليه جوه الملعب. لا، انت راجل ظالم لان انت طلعت اثنين لعيبه ما كانش ينفع ان انت تطلعهم لان هم كانوا من ضمن الافضل، وعشان خاطر انت راجل ظالم. حسام حسن بيسجل الهدف الثاني، بس الحكم بتاع الرايه بيقول لك اوف سايد. اوف سايد ازاي يا باشا؟ اللي جايه من المدافع. قال لك ايه اوف سايد بقى؟ طب في فار؟ قال لا لا، الفار ما بيبصش عندنا الكاس، يعني مش كفايه فار في الدوري، هنحط لكم فار في الدوري والكاس. طب تمام يابا، خير اللهم اجعل الفار، خلص الماتش ده بقى على خير. قال لك لا، في وليد سليمان على الدكه وهينزل مكان ومكان محمد مجدي قفشه، انا كده هطلع قفشه خلاص بقى الماتش خلص. ايه يا ابن الجزمه، بتعرف الجمهور بيضحك عليه منين انت؟ بس انت معايا تمامك معروف، انت كده كده هتقابل ايهاب جلال وبيراميدز الماتش الجاي، فربنا يستر. ايهاب جلال لما كان معاه فرقه ميته زي الاسماعيلي عرف يعمل عليك ماتش، ما بالك بقى معاه فرقه زي بيراميدز دلوقتي هيعمل فيك ايه؟ ربنا يستر. بصراحه الراجل ده مش مطمنيش من هنا لحد الكاميرا دي، فربنا يستر يا اسطى.
معلش يا بابا، بحب بص انا بحب ان انا اقول لك الحقيقه كده، حتى لو الحقيقه بتصدمك فمعلش مش جاي اكدب عليك، انا جاي اقول لك ان الفرقه قاعدين نلعب عرضيات على الفاضي، بنحط بقى واحد تسعه تارجت بيعرف يلعب كوره عاليه. لا يا باشا انا مكمل محمد شريف. طب محمد شريف وقفشه مفترض ان هم منهكين بدنيا، تقعدهم على الدكه دول حبايبي دول. كمل كمل عشان الواحد بدا يتعب معاك والله، كمل معلق. كمل يابا، لو انت كملت معايا لحد فانت برنس يابا بعد كل التعب اللي احنا تعبناه مع هذا الموسم.